بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نحل بروفز على السكو سيمتريك ماتريكس. كل فيديو سبيشالي بس للبروفز تبعون هاي الفكرة. هم مسهلين شوي، فيهم واحد زنخ بس، الباقي كله سهلين، وان شاء الله انكم راح تحلوهم صح بالامتحان. خلينا نتذكر مع بعض شو يعني سكو سيمتريك. سكو سيمتريك يعني A transport equals to minus A. يعني لما ناخذ الترانسبوز لاي راح تطلع معانا القيمه سالبه. Prove that every square matrix A can be expressed as the sum of a symmetric matrix and the identity A equals to nos A plus AT plus nos A minus AT. كيف بدنا نثبتها هاي؟ جينا جبنا 2، جبنا matrix وجبنا C و CT لنفس الماتريكس، قلنا إنها هي A plus B plus A plus B where A to the A equals AT minus B equals BT. إذن هم التنتين مش skew symmetric. CT رح تكون equals to AT plus BT. CT equals to A minus B. So هون في عنا C plus CT، جمعناهم مع بعض طلعوا 2B. لما طلعوا 2B احنا هون رح نقسم على 2، so A رح تطلع معانا نص C plus CT و B رح تطلع معانا نص C minus CT. لما نجمعهم مع بعض رح يكونوا C تعطينا نص C plus CT زائد نص C minus CT. A بنلاحظ انها symmetric matrix لانه A equals to AT، و B is co-symmetric لأنها طلعت B minus B equals to BT. CT كانت مجموعهم، so لما عوضنا القيم حطينا A و minus B، كانت A minus B اللي هي طلعت لنا 2B. تمام. If A is invertible co-symmetric matrix then A inverse is also co-symmetric. كيف بدنا نثبت إذا كان في عنا invertible matrix كانت skew symmetric إنه الانفرس تبعها برضو راح يكون skew symmetric؟ هون في عنا A inverse is skew symmetric. إحنا بنعرف إنه A times A inverse بتعطينا ال identity. I'm sorry، هاي لازم تكون inverse. A times A inverse بتعطينا ال identity، وإنه AT equals minus A بما إنها symmetric. If A is invertible then AT is also invertible. كيف يعني؟ هاي قاعدة okay، ودائما احنا بنستعملها بالإثباتات. خليني أعطيكم مثال هيك فسفوس عليها. لو كان في عندنا 3 by 3 matrix هيك، كانت 1 3 0 5 4 1 0 0، هاي الماتريكس انفيرتبل، عنا 1 5 1. احنا بهمنا بهاي الحالة الدياجونال دياجرام، انه ما يكون فيه اصفار، اللي هو هذا القطري ما يكون فيه اصفار. فلنفرض انها هاي هي الماتريكس A 1 5 1، الها ديتيرمينانت والديتيرمينانت تبعها 5. تمام. هلا احنا عم نحكي انها هي انفيرتبل او لا. هي انفيرتبل. هلا لما نطلع AT، نفرض انها اسمها AT، رح نعمل كل رو كولوم وكل كولوم رو، رح يضلوا هذا هو الدياجونال دياجرام فيها، بس رح تيجي الثلاثة مكان الصفر والسبعة مكان الصفر هذا والأربعة هون، هيك بس رح يصير. تمام. سو برضو لما نطلع الديتيرمينانت تبعها رح يطلع 5، وضلتها انفيرتبل. عشان هيك لما تكون A انفيرتبل AT رح تكون also انفيرتبل. إذن هون في عنا 1 5 0، هيك إحنا أثبتناها أو تأكدنا منها. إذا شكيتوا بإشي ارسموا ماتريكس وجربوا طبقوا عليه الأشياء اللي أنتوا بتعرفوها، راح تطلع معاكم على طول. إذن A inverse T equals to A T inverse، بدلنا بين T والinverse as إنهم التنين مثلا أسس. So A inverse T equals to minus A inverse. minus A من وين جبناها؟ من A T سويناها ب minus A. ليش؟ لأنها skew symmetric matrix، ف AT equals to minus A. so هيك احنا اثبتنا انه اذا كان في عنا invertible skew symmetric matrix ال inverse تبعها برضو رح يكون skew symmetric. خلينا ناخد proof تاني.
هذا البروف كتير سهل، كان الأول بس شوي فيه زناخة نتفة. Okay, so if A and B are co-symmetric matrices, then so are A transpose, A plus B, A minus B, and KA, where K is any scalar. كيف بدنا نثبتهم؟ خلينا أول إشي نثبت AT. شو رح نعمل؟ رح ناخد transpose مرتين لنفس الماتريكس. So هون في عنا AT، أخذناها transpose وساويناها ب A. مفروض إن لما ناخد الترانسبورت مرتين يعطينا نفس الماتريكس. إذا صار في عنا minus A، بما إنه هو قالنا إنهم skew symmetric، إذا راح يكونوا نفس القيمة لما ناخد لها ترانسبورت مرتين. حطينا هون minus A T equals to A. طب إحنا خلاص هيك صرنا واصلين لأنها هي skew symmetric. نقلنا الماينس على الجهة الثانية وحطينا AT equals to minus A. يجي للجمع، حطينا أهم إشي هون الأقواس واخدنا الترانسبورت مرتين وساويناهم ب AB. A minus B transport بما أنهم skew symmetric التنتين مجموعين مع بعض عطونا ماتريكس بالآخر. نفرض أن الماتريكس اسمها AB، تمام؟ اسمها هو AB، يعني عشان ما نفكر ندخل الماينس أو أي إشي تاني. صار في عنا minus AB to the T اللي هو A plus B. في عنا هون minus، شو عملنا بهذا الماينس؟ نقلنا للجهة الثانية، صار A plus B transport equals to minus A plus B. إذا برضو أثبتنا إنها skew symmetric. نفس الإشي بالنسبة للطرح، خلينا نحلها مع بعض. صار في عنا A minus B، رح ناخد الترانسبورت مرتين، مفروض تطلع معانا A minus B. A minus B يا جماعة هو اسم الماتريكس عشان ما تفكروا توزعوا السالب عليه، هذا point كتير مهمة بالبروفز. So now خلينا ناخد أول إشي الترانسبورت للتي اللي جوا، رح تطلع معانا A minus B equals to minus 1 مضروبة ب A plus B. هذا السالب رح ننقله للطرف هذا، صار عنا A plus B T equals to minus A minus B. إذن هيك إثبتنا إنها skew symmetric. كتير بسيط البروف تبعها. هلأ خلينا نحل مع بعض تبعات السكيلر K لما بدنا نضربها ب K. نفس طريقة الحل، رح ناخد T مرتين لنفس الماتريكس. رح نقول KA مفروض انها تساوي شو؟ KA لو اخذنا الترانسبورت مرتين. اذا رح نطلع K برا الموضوع كلياته ورح نضربه بماينس A. هون في عنا ترانسبورت، الماينس صار عند ال K وهي صارت بوزيتيف equals to KA. إذن شو رح نقول؟ minus k a equals to k a transport. إذن برضو هون أثبتنا إنها skew symmetric matrix. هيك بيكون خلص الفيديو تبعنا تبع اليوم، إن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا كتير منيح. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب وما تنسوني من دعائكم، بتمنى لكم كل التوفيق.